بنشوف الحاله 1850 وبنشوف حاله الطرد. طبعا انا باخذها هون انا كقرار انه بالتهور وليس يعني تستحق الانذار ولا تستحق الطرد. اول شيء اللاعب كان ينافس على الكره، طبعا هلا بنجي بالاعتبارات. الشيء الاخر بالنسبه لهون لم يراعي سلامه المنافس وليس كان هدفه ايذاء المنافس. اللاعب بيلعب الكره وينافس على الكره، طبعا هلا بنشوف الاعتبارات وبنكمل الشرح بالاعتبارات. هي اي جزء من جسم اللاعب استخدم عند ملامسه المنافس؟ الوجه القدم وليس زبيز القدم او سفل القدم او بالضبط. هي اي جزء من جسم المنافس حصل التلامس؟ طبعا التلامس حصل عند الرقبه والراس. تمام. هل كان اللاعب ينافس على الكره عندما حدث التلامس؟ طبعا هون كان في تنافس على الكره بين اللاعبين وهو من لعب الكره. لا 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 كابتن 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 عطني اللعبه. لا خلك شوفها. مع اللعبه في ديت روحك. لا دقيقه ابو علي دقيقه. ممكن تقرا لي الاعتبار الثالث؟ عطني اللقطه. هل كان اللاعب ينافس على الكره؟ بنشوف اللقطه من اولها. هل كان اللاعب ينافس على الكره؟ هو اللي صلح الكره اصلا ويلعبها، يعني الكره بقدمه كانت وارتفعت للاعلى. لاحظ بصدره وارتفعت للاعلى، هو عم ينافس على الكره. الكره له، يعني الكره كانت بملكه وهو ينافس على الكره. اذا الاعتبار الثالث صحيح. هل الكره هني انا كلاعب كره قدم لما اشوف اللاعب جاي والكره يعني في الهواء لم يراعي سلامة المنافس. يعني الكرة مو بحب حوزتي أنا. ما كانت الكرة عند المنافسة. هو كان عند اللاعب. هو اللي صلحها بصدره وبدي يكمل لعبة. يعني هو كانت كرة أصلاً، واللاعب الآخر لاعب الأحمر هو اللاعب العربي. عطني الاعتبار الرابع. أوكي. منشوف الاعتبار الرابع. هل يعتبر الخطأ تصرف فيه سلوك مشين أو لعب عنيف؟ لا، هذا يعتبر ضمن التهور فقط. مو بلعب عنيف؟ لا. ولا قوة مفرطة؟ لا ما في قوة مفرطة. هذا عبارة عن تمام. هل استخدم اللاعب قدم الأداة كسلاح ضد المنافس؟ لم يستخدم كسلاح. هي عبارة عن ارتفاع القدم. هي بالأساس لو لم يلمس اللاعب كانت تعتبر فقط لعب خطر. ولا احنا نتكلم هني في تلامس. صار في تهور، صار في عدم مراعاة. انت شو تقول؟ انا بقول انذار فقط. انذار فقط؟ فقط. ابو احمد انذار، لا ترتقي للبطاقة الحمراء والاعتبارات كلها صحيحة وما تنطبق على هذه اللعبة. أبو بدر، قرار قاسي جدا. نعم. في مركب من جزئين. الجزء الأول شنو؟ قرار قاسي. الإنذار مستحق يعني مش طرد؟ لا، ليش؟ أول شيء اللعبة كنترول من لاعب قطر طبيعي جدا، حاول يلعب الكرة الثانية سكند بول الريباوند الثاني. اللاعب رقم 16 من النادي العربي هو اللي دخل مد في جسمه ورأسه أبو بلال بيلعب الكرة، صار تنافس على الكرة. هنا إيش تحولت؟ من تنافس طبيعي الكره الى عدم مراعاه سلامه المنافس فقط لا غير، سلامتك هذه موجوده في النص. عدم مراعاه سلامه المنافس. يعني كلكم مصرين ان هذه كرت اصفر وليس بالقانون والاعتبارات. تمام، بالقانون والاعتبارات الحاله طبيعية.